يا مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، وانا النهارده موجود في اول يوم من فعاليات معرض LDX اللي هو لايف درايف اكسبو، اول معرض يقام في مصر لتجارب قياده السيارات للمستهلكين، مش لينا احنا كيوتيوبرز او صحفيين سيارات، لا ده ليك انت واي حد بيتفرج حابب يشتري عربيه او مقبل على شراء عربيه في المستقبل وحابب يعرف كل التفاصيل عنها. هتلاقوها موجوده هنا في المعرض ده، مش بس التفاصيل المكتوبه في البروشور، لا كمان هتتعرف على العربية بنفسك من خلال تجربة قيادة ممكن تأديها، ومش بس عربية واحدة، انت ممكن كمان تجرب 3 عربيات من خلال شراء التيكت الخاص بالمعرض. التيكت الخاص بالمعرض قيمته 250 جنيه، متاح لمدة 3 ايام، النهاردة الخميس ومعاك الجمعة والسبت والحد هيكون اخر يوم في المعرض. 250 جنيه ممكن تشتري التيكت من على موقع تيكت مارشي، ومن خلال التيكت تقدر تجرب 3 عربيات، اي 3 عربيات من اختيارك موجودين هنا في المعرض. طيب ايه العربيات اللي موجودة؟ عندنا 16 براند موجودين بيشاركوا في المعرض، عندنا مجموعه كبيره من الوكلاء، طبعا المشاركين بالبراندات بتاعتهم هم الوكلاء نفسهم، فعندنا 16 براند مختلفه من اكتر من وكيل بيقدموه هنا في المعرض ده. ممكن من خلال التيكت زي ما قلت لك تجرب اي عربيه من اختيارك وحد اقصى 3 عربيات، ومتاح طبعا ليك حلبه موجوده هنا ممكن تجرب فيها حلبتين الحقيقه، واحده موجوده هنا وواحده موجوده هنا، ممكن تجرب العربيه بشكل مفصل ويطلع معاك حد ويعرفك على العربيه بشكل كامل. وزي ما قلت لكم 16 براند متاحين، من اول ام جي، عندنا هيونداي، عندنا شانجان، عندنا مجموعه كبيره من البراندات، انا مش عايز انسى، تقريبا 16 براند موجود. طيب هندخل دلوقتي المعرض ونتفرج على كل التفاصيل المتعلقه بيه، بس خليني برضو اقول لكم على معلومه مهمه، وهو انه النهارده في افتتاح المعرض تم الكشف عن طرازين جداد تم طرحهم في السوق المصري استكمالا لغزو العربيات الصيني اللي دخل عندنا السوق المصري. عندنا النهارده عربيتين جداد، فئة الواحدة من فئة الاس يو في وواحدة من فئة السيدان، اللي عربيتين صيني تم الكشف عنهم. العربية الأولى هي شيري تيجو 7 برو من خلال وكيلها علامة غبور، تم طرحها النهارده في السوق المصري من خلال احتفال رسمي حصل هنا في المعرض. تعرفنا على العربية بتطرح بفئتين، هنخش دلوقتي نتفرج عليها بكل تفاصيلها. والعربية الثانية من فئة السيدان بتقدمها شركة القصراوي جروب، وكيل علامة جاك الصينية. العربية هي جي 7، العربية برضو بتطرح بفئتين في السوق المصري، هنتعرف عليها وعلى كل تفاصيلها في الفيديو ده. تعالوا بقى ندخل وانا انطلق ونشوف اخبار المعرض ايه، يلا بينا. مقدمه كده، احنا عندنا 16 علامه تجاريه مشاركه في المعرض ده. طبعا زي ما احنا شايفين كده عندنا رينو ومشاركه طبعا بمجموعه من عربياتها، اهمها طبعا الميجن الفيس ليفت زي ما احنا شايفين، والرينو كاجار. عندنا كمان من ضمن العربيات المشاركه او العلامات المشاركه علامه كيا الكوريه، واللي بتشارك برضو بمجموعه من عربياتها، منها السيراتو ومنها السيرانتو ومنها السبورتاج. عندنا كمان ستروين، ستروين سواء السي اليزي او السي 5 اير كروس او السي 3 كمان مشاركين معانا، وممكن تعملوا لاي طراز منهم تجربه قياده على حسب اختيارك. طيب من البراندات برضو المشاركه سوبارو اليابانيه، ومشاركه طبعا بطرازاتها الاثنين اللي معروفين، واحده سيدان وواحده اكس في، الاكس في او الاس يو في عفوا. طيب السوبارو بتشارك بالاكس في طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا، وعندنا كمان الامبريزا من نسخه السيدان او من فئه السيدان، برضو ممكن تعملوا لها تجربه قياده في المعرض هنا. طيب البراند اللي بعد كده عندنا هيونداي، طبعا اشهر منار على العالم الانترا والتوسان، وكمان قدامنا ممكن استنوا كده اوريكم العربيه اللي بعد كده اللي هي الكريتا. الكريتا واحده من العربيات اللي يعني مش ناشفه في الشارع مؤخرا، في ناس كتير كانت بتنتقد التصميم بتاعها. من العربيات بقى اللي انا حقيقي نفسي اجربها وان شاء الله اجربها قريب هي الماليبو.
ماليبو مطروحه هنا برضو، بالاضافه كمان للاوبترا والكابتيفا من شيفورليه من خلال وكيل علامه شيفورليه منصور للسيارات. وبرضو هتلاقوا كمان ام جي جنبها، هتلاحظوا ان السكشن ده كده خاص بمنصور، يعني ام جي هتلاقوا ام جي 5 وعندنا ام جي زد اس برضو متاحين للتجربه، وهتلاقوا كمان بعد ام جي في الاوبل بطرازاتها، سواء كانت الاوبل كورسا الهاتشباك اللي لسه متاحه قريب، او حتى الاوبل جراند لاند، او اعتقد كروسلاند هتبقى برضو موجودة، او موجودة في الاخر هي ورا هتبقى برضو متاحة للتجربة. طبعا طرازات بيجو المختلفة متاحة برضو للتجربة هنا في المعرض. طيب دي كده لفة سريعة على ابرز العلامات التجارية المشاركة، وزي ما انتم شايفين كده هو طبعا ده فندق توليب، وفي اماكن للاستراحة موجودة هنا على الساحة الرئيسية، وفي طبعا اماكن مطاعم وكافيه ممكن تشربوا حاجة او تاكلوا حاجة لو حابين، طبعا لو معاكم اطفال او اسر او كده، فانتوا ممكن تاخدوا الموضوع كنزهة او كفسحة يعني، وفي نفس الوقت تجرب العربية اللي انت بتفكر تشتريها او كانت في حساباتك. دلوقتي بقى تعالوا ناخد جولة سريعة على الضيفين الجداد اللي اضيفوا او اللي تم الكشف عنهم النهاردة في المعرض، وهم شيري تيجو 7 برو، والضيف الثاني هي الجاك الجي 7. هنتعرف دلوقتي في نظرة سريعة كده على العربيتين وبعد كده نختم الفيديو. طيب زي ما قلت لكم كده في المقدمة، عندنا ضيفين تم الكشف عنهم النهاردة هيطرحوا لأول مرة في السوق المصري. الضيف الأولاني اللي معانا النهاردة هو الشاري تيجو 7 برو، تم طرحها من دقايق قليلة من خلال وكيل علامة شاري الصينية غبور أوتو بفئتين، الفئة الأولى بسعر 350,000 والفئة الثانية بسعر 380,000. الفروق ما بين الفئتين هي فروق في التجهيزات مش أكتر، لكن منظومة الحركة واحدة، والتجهيزات اللي فارقة ما بين الفئتين على سبيل المثال منها الكراسي الأمامية بتكون كهربائية، عندنا كمان فتحة السقف البانورامية، عندنا الأمبينت لايت، وعندنا كمان الشنطة اللي بتفتح كهربائيا، بالإضافة كمان للمرايات الجانبية اللي بتبقى أوتوماتيك فولدنج أو بتقفل وتفتح مع فتح وقفل العربية، برضو ده تجهيز إضافي موجود في الفئة الثانية. بالنسبة لمنظومة الحركة فالعربية فيها محرك بسعة 1.5 لتر أو 1500 سي سي مع شاحن تربو، توصل بناء الحركة أوتوماتيكي سي في تي أو متغير مستمر. المنظومة دي بتطلع قوة حصانية 154 حصان و 210 نيوتن متر. طيب خارجيا عندنا منظومة إضاءة LED، عندنا فوج لايت أمامية أو الدي لايت رانينج لايت الموجودة هنا، أو الإضاءة النهارية موجودة مكان الفوج لايت الأمامية، طبعا موجودة في الفئتين مفيش فيها أي اختلاف، مع بعض التطعيمات اللي موجودة هنا من البيانو بلاك والكروم الموجودة في الشبكة. الجنط بيجي البروفايل بتاعه كام يا عم عمر؟ خلينا نبص على البروفايل بالظبط، البروفايل 225 على 60، الجنط بيجي 18 انش. طيب زي ما قلت لكم المرايات الجانبية هنا بتيجي فولدنج اوتوماتيك، تبقى بتفتح وتقفل مع فتح وقفل العربية، بالإضافة كمان لمنظومة رؤية 360 درجة، عندنا أربع كاميرات في العربية، كاميرتين جانبيتين وكاميرا أمامية وكاميرا خلفية، وده أوبشن إضافي موجود هنا في الفئة الأعلى من العربية. طيب طول قاعدة العجلات 2 متر حوالي 74 سم تقريبا في الرينج ده، وعندنا فتحة السقف البانورامية مع الروف راكس اللي موجودة هنا. دي كده نظرة سريعة على العربية، هنشوف بقى في الإنسرتات دلوقتي هسيبكم مع فيديوهات كده متعلقة بداخل العربية وأخبار داخل العربية إيه، ونبص بقى بعد كده على الضيف التاني اللي موجود معانا. معانا النهارده واللي تم الكشف عنها في اول ايام معرض ال دي اكس، الجاك الجي 7. العربيه طرحت اخيرا في السوق المصري من ساعات برضو قليله زي ما اتفقنا، بتطرح بفئتين من خلال وكيل علامه جاك الصينيه القصراوي جروب. طيب الفئتين اسعارهم كالاتي، 300 328، سعرها منافس جدا حقيقه، وعربيه بتنافس فئه السيدان اللي هي تعتبر متوسطه الحجم، لان طول قاعده العجلات 2 متر 75 سم تقريبا، فاحنا بنتكلم في مساحات داخليه كبيره الى حد ما. المحرك بسعه 1.5 لتر او 1500 سي سي تربو، طبعا متوصل على نقل الحركه اوتوماتيكي سي في تي. المنظومه دي بتطلع قوه حصانيه بتوصل لحد 150 حصان، والعزم بيوصل لحد 210 نيوتن متر. التجهيزات اللي موجوده في العربيه تقريبا
واحدة نقدر نقول عليها ما بين الفئتين، مع الاختلافات البسيطة خالص اللي هي ليها علاقة بالتجهيزات الداخلية بشكل أساسي. يعني الفتحتين، فتحة سقف مثلا الموجودة موجودة في الفئتين، ولكن في الفئة الأعلى بتكون فتحة سقف بانورامية، لكن هنا في الفئة الأقل بتكون فتحة سقف عادية أو كهربائية صغيرة. طيب عندنا إيه كمان؟ عندنا منظومة الإضاءة الأمامية بتيجي LED، عندنا كمان المكان بتاع الفوج لايت، ما عندناش فوج لايت أمامية، لكن طبعا في إضاءة نهارية موجودة، لكن مفيش فوج لايت أمامية، لكن المنطقة دي كده بتوحي بفوج لايت أو بتوحي بفتحات هواية أمامية، ولكن هي مش فتحات هواية أمامية، هي مجرد للزينة. الشبكة الأمامية أشبه ما تكون بشبكة المازيراتي بشكل أساسي، ومفيش حد شافها تقريبا النهاردة في المعرض غير لما قال هذا التعليق، إن الشبكة الأمامية واخدة كتير من تصميم المازيراتي، مع طبعا السحبة بتاعت الفوانيس الأمامية، فمديها منظر شيك للعربية. هنا العربية فيها منظومة رؤية 360 درجة حوالين العربية، ودي حاجة برضو نقطة مفيدة جدا، ودي إضافة موجودة هنا في الفئة العالية. تعالوا بقى نتفرج على العربية بشكل سريع كده في الفيديوهات اللي جاية. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو الخاص بتغطيه معرض LDX الاول من نوعه في مصر، لايف درايف اكسبو. دايما في نهايه كل ريفيو بقول لكم انزل اتفرج على العربيه في المعرض بنفسك، اتعرف على التجهيزات اللي فيها، اتعرف على اللي انت محتاجه منها واللي انت مش محتاجه. لكن انا في نهايه الفيديو ده مش هقول لك انزل اتفرج على العربيه بنفسك، انا هقول لك انزل جرب العربيه بنفسك. ده الجديد النهارده في المعرض اللي بيقام لاول مره في مصر، واللي بنتمنى نشوف منه نسخ قادمه ان شاء الله في السنين اللي جايه. بشكركم جدا على متابعتكم في الفيديو ده، اتعرفنا على ابرز البراندات اللي شاركت، 16 براند لعربيات مشاركه في السوق المصري، اتعرفنا كمان على ضيفين جداد على السوق المصري، التيجو 7 برو، وتعرفنا كمان على الجاك جي 7. بشكركم جدا على متابعتكم، اتمنى ان انا اكون قدرت انقل لكم الحدث بشكل كامل. المعرض زي ما قلت لكم مستمر من النهارده من الخميس لحد يوم الاحد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وعربيه جديده، مع السلامه.